فقال أحد كبارهم من الإخوان، قال معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. فسبحان الله تعجب من كثرة من يتبع هاتين الجماعتين وهم لا يعرفون التوحيد. ومن لم يعرف التوحيد ولم ينقد إليه فكل أعماله لا تفيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجماعة تقر الشرك، ممنوع عند جماعة الإخوان المسلمين إذا حضرت مركز اجتماعهم أن يكون بجانبك رجل يدعو القبور، تلتفت إليه يقول يا أخي لا تدعو القبر والضريح، يقول لا تسوي لنا مشاكل وتسوي لنا يقولون فتنة، هكذا فتنة. كل من على دين والله يعينه ويعذر بعضنا كما قال حسن البنا فيما إيش فيما اختلفنا فيه. طيب حتى لو كان أصول، قال حتى لو كان أصول، نحن جماعة صوفية سلفية، والصوفية في الأصل خالفونا، مع ذلك يقول نحن نجمع بين هؤلاء وهؤلاء، كيف الجمع؟ يدل أنه يمرر حتى إيش قضايا أصول الدين وهي التوحيد، صلى الله العافية. ومع ذلك تجد أمة من الناس يتبعون تينك الجماعتين هي ضيعت التوحيد وضيعت معنى لا إله إلا الله، ولذلك هم أهلا لا ينصروا. إذا كان يا أخي الفاضل حفظك الله النبي في وسط الصحابة وهم يقومون الليل ويصومون النهار، وأفضل الناس بعد النبي بإجماع العلماء أفضل الناس بعد النبي والرسل هم صحابة رسول الله، ومع ذلك بعضهم فقط عصى الله في أو خالف أمر الله في البقاء في جنب الرمأة أمر النبي به أصابت مصيبة الهزيمة، حتى قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. هل خالفوا الله في العقيدة؟ أجيبوا لا. خالفوا الرسول في المنهج؟ لا. مسألة فرعية. فكيف من يريد أن يقاتل يهود ويخالف في الاعتقاد فيخشى أن لا ينتصر؟ لأن الله قال إن تنصروا الله ينصركم، تنصروه بتحقيق العقيدة ودراستها كما تفعلون الآن أنتم تدرسون التوحيد وتريدون كشف الشبهات عن أنفسكم وعن غيركم من أبنائكم بتعلم هذا الكتاب، فحينئذ من أخفق في الاعتقاد وعاند رب العباد واتبع الهوى في ذلك أو سب الأصحاب فكيف حينئذ ينصر إذا قاتل يهود أو غيرهم؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، رسل يدعون للتوحيد كلهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا الله فاعبدوه. فإذا واجه يهود من يدعو الأضرحة أو من يناصر من يدعو الأضرحة من دون الله ويسب أصحاب محمد، حينئذ سيكون أهلا لا ينصر حتى يعدوا أول شيء أنفسهم في الاعتقاد، ثم قوة يرهبون بها عدو الله ويتقدوا ويقتدون بالصحابة ويتشبهون بها، حين يأتي النصر. كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى؟ حتى ينصر الله هؤلاء ويجعل لهم تمكين في الأرض ويذل أعداء الدين على أيديهم. أولا التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، حينئذ يأتي النصر.